استقبل معالي الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي، حيث قدم له أمر لواء الحماية العقيد الركن حمد سالم أحمد بمناسبة صدور المرسوم الأميري بترقيته إلى رتبة عميد. وقام معالي الشيخ مشعل أحمد بتقليده رتبته الجديدة. كما استقبل معالي الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني خريجي دورة الطلبة ضباط الاختصاص ودورة الوكلاء المرشحين لرتبة ملازم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المكرمين. أبنائي الضباط الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي بالإنابة عن أخي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح حفظه الله، وبالإصالة عن نفسي أن نهنئكم ونهنئ أنفسنا بكم بنجاحكم وتخرجكم. نهنئ خريجي دورة الطلبة الضباط الاختصاص رقم 27 وخريجي دورة الوكلاء الأوائل المرشحين لرتبة ملازم. أبنائي الضباط، إن الحرس الوطني حريص كل الحرص على تخريج أجيال مؤهلة تشارك بعقولها وسواعدها في حماية مكتسبات الوطن وصيانة أمنه واستقراره. ولعل تخريجكم في هاتين الدورتين ثمرتين من ثمار يجنيها الحرس الوطني بجهود مضنية حثيثة يبذلها القائمون على التعليم والتدريب في الحرس الوطني. فلهم شكرنا وثناؤنا، مقدرين حرصهم على تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العسكرية لإخوانهم المتدربين. أبنائي الخريجين، إننا جميعا نحمل في أعناقنا أعظم أمانة، وعلى أعتاقنا أسمى رسالة، فالكويت أمانة في أعناقنا، ورسالتنا الدفاع عنها والذود عن أراضيها وتحقيق الأمن لمواطنيها، متعاونين مع إخوة لكم بالسلاح من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. أبنائي الضباط، كونوا بقسمكم بارين أوفياء لوطنكم وقائده سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، الذي أولى القطاعات العسكرية رعايته السامية، ولتجعلوا ذلك دافعكم للبذل والعطاء والتضحية من أجل الكويت وقائدها وشعبها الوفي. طوروا أنفسكم وتابعوا ما هو جديد وحديث في العلوم العسكرية للحفاظ على كفاءة العمل والارتقاء بالأداء. عليكم بالمشاركة بكل فاعلية في التطوير الشامل الذي يسلكه الحرس الوطني لتحديث آلية العمل وفقاً
لوثيقته الاستراتيجية 2020، وليكن العلم والعمل من أهم الركائز التي ترتكزون عليها لتتمكنوا من القيام بإداء المهام التي ستوكل إليكم. واعلموا أن العلم سلاح العسكري الناجح. استفيدوا من إخوانكم القادة ذوي الخبرة، وتحلوا بالأخلاق العسكرية والانضباط داخل المعسكرات وخارجها، لأنكم لا تمثلون أنفسكم بل تمثلون الحرس الوطني. حافظوا على مستوى اللياقة البدنية، وواصلوا التدريب على الرماية والمهام القتالية الأخرى، حتى يظل الحرس الوطني بكم وبإخوانكم من منتسبيه الدرع الواقي لوطننا العزيز، جنبا إلى جنب مع إخوانكم في وزارتي الدفاع والداخلية. في الختام أكرر تهنئتي لكم ولأسركم، متمنيا لكم حياة عملية موفقة، داعين الله في عليائه أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيدي سمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام اللقاء قام معالي الشيخ مشعل الأحمد بتكريم أوائل الدورات وتكريم المدربين الذين استمروا في متابعة المنتسبين وبرامج الدورتين رغم إحالتهم للتقاعد، مثمنا جهودهم في الارتقاء بقدرات ومهارات المنتسبين طوال مسيرتهم التدريبية في الحرس الوطني.